فرانكفورت تحذو حذو لندن وتتزين بأضواء بمناسبة حلول شهر رمضان في سابقة على المستوى الوطني وفقا للسلطات والإعلام المحلي، فهي المرة الأولى التي تضاء فيها مدينة ألمانية خلال الشهر الفضيل. لافتة كبيرة كتب عليها رمضان مبارك أضاءت شارعا للمشاة بوسط المركز المالي لألمانيا في فرانكفورت، والذي يعج بالمطاعم والمقاهي، يعني مدن عالمية هذه المرة احتفلت وباركت طبعاً. رمضان يعني جميل أن نرى هذا التقارب الإنساني بين الشعوب، هذا شيء جدا رائع.